العالم يقرأ من الشارقة. بهذا الشعار انطلق العرس الثقافي المتجدد الذي يجسد أسمى فصول المعرفة والعلم في العالم، من معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 39، والذي يعتبر ملتقى ثقافات العالم، وذلك بمشاركة أكثر من 1024 ناشراً عربياً وأجنبياً من 73 دولة. يشهد المعرض دورة استثنائية تستمر حتى 14 من نوفمبر الجاري، والتي تبشر بتعافي سوق صناعة الكتب والمعرفة وعودة رواده ومؤسساته لتنظيم واحد من أكبر معارض الكتب في العالم. نحن في الدورة 39 لهذا المعرض، نحن في ظروف يمكن نقول استثنائية، ولكن الحمد لله المعرض ما زال هناك طلب على قيام مثل هذه المعارض، معرض ثقافي، الناس متعطشة للحضور إلى هذا المعرض ولاقتناء الكتب. فنتمنى إن شاء الله التوفيق لكل الناشرين، ونتمنى يعني أن يلتزم الجميع بالإجراءات الاحترازية للقدوم إلى هذا المعرض. الحمد لله المعرض حتى في وسط هذه الجائحة نرى الإقبال يعني يفوق التوقعات. تجسد دورة المعرض لهذا العام نموذجاً لتجربة المعارض الهجينة خلال مرحلة جائحة فيروس كورونا، وقد اتبعت هيئة الشارقة للكتاب أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي تنسجم مع جهود دولة الإمارات في الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا. وضم المعرض مشاريع بحثية وأدبية تؤكد حقائق تاريخية هامة، وتشيد بدور المعرفة التي كانت ولا زالت نافذة الأمم نحو النور والحرية والتقدم. المركز يشارك بمجموعة من الإصدارات المتميزة، تم إصدار حديثا مجموعة من الكتب التي تتعلق بالإسلام السياسي، خاصة المشروع الذي يقوم فيه حاليا مركز ترينز موسوعة جماعة الإخوان المسلمين. تم إصدار حوالي 3 كتب ومشاركة فيها في هذا المعرض ضمن هذه السلسلة التي تتضمن حوالي 35 كتاب. وعلى هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب وقع عدد من الروائيين والكتاب أحدث إصداراتهم الأدبية وسط حضور لافت. اسمها برناشة، وهي بتدور في قرية اسمها برناشة. برناشة هي كلمة سريانية معناها ابن الإنسان، وبتبلش القصة بمولد يونان على شاطئ برناشة، ومن هون بتصير الأحداث. وموقع القرية تقريبا في قريبة من كهف، طبعا هذا تخيلي، قريبة من كهف يقال أنه أبا البشرية. هذا المعرض كان فرصة جميلة جدا، والمميز فيه أنه طبعا المعرض الوحيد في ظل هاي الجائحة، والمميز أكثر أنه هو أول حفل توقيع لروايتي كان، فكان جيد أنه تواجدي هون. يبقى الكتاب بصير الأمة نحو غد أفضل للعلم والمعرفة والتقدم. رشا سليمان لأخبار الآن.